السلام عليكم. ان شاء الله الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا البي هنا ونشوفوا كيفاش نخدموا هذه تجي وحده على وحده بهذا الشكل. وبالنسبه للعرض ديالو اختياري وضروري باش يجيكم مزيان ديروا له الفيزلين. انا غير درس درت لكم بهذا الشكل، المهم باش يجيك هذا الشيء قاصح منين تجي تكوني تتخيطيه ما بقاش يعوج لك الثوب. المهم البي بهذه الطريقه. من بعد ما تقطعي العنق ديالك بهذا الشكل وهذا الكثيف، غادي تمشي لهاد البلايص هنا، غادي ديري واحد الكرانات هكذا. الا كنت غادي تحليها كلها بهذا الشكل، غادي تتراسي من تما لتما. من هذيك الفيل هذيك يعني يجيك واحد ونص هنا وواحد ونص هنا. انا غادي ندير لكم ديال ثلاثه، اذا واحد ونص من هنا واحد ونص من هنا. صافي، اذا غادي ندير فيها 3 سنتيمتر. هذه شحال قطعت فيها؟ 4 سنتيمتر. نيتها على جوج هكذا، وما خصهاش تكون اون بي، تكون نيشان، يعني ملي تجبديه انت تكوني تجبديها هكذا تكون مستقيم. صافي، اذا المونتاج ديال هذه اللي غادي يكون بحال هذا الشكل، وتكون سنتيم مشى تخيط به وتحافظي على ماشي قياس الصباطه، تحافظي على داك السنتيم النيت اللي درتي بهذا الشكل. انما ما غاديش نخيطها لكم انا بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا بحال هذا، غادي نخيطها لكم بطريقه وحده اخرى، انما هذه راه سهله بهذا الشكل. صافي، والجهه الاخرى كذلك نفس العمليه، انما الا كنتي بغيتي تزيدوا العرض ديالها راه غادي تزاد هذا كذلك تيتانيولا. صافي، انا نعطيكم واحد الفكره بسيطه بحال هذه. من حدنا في الدرس غادي نوريكم عاوتاني. دابا هنا انا بغيت ندير فيها 5 ديال السنتيمتر، شنو غادي ندير؟ خاصني نمشي للمنتصف هنا وغادي ندير جوج ونص هنا، ها هي، وندير جوج ونص هنا، ها هي ها هي. اذا حصلت على ديك الوسطانيه ديالي فيها 5 ديال السنتيمتر. صافي، اذا البانطه اللي غادي ندير ب 5 سنتيمتر، اذا حنا بغينا 5، اذا البانطه غادي نديرو فيها 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر غادي ديريها، وين تكون 6 سنتيمتر مقاده هانتوما درت فيها 6 سنتيمتر. يعني دابا هكذا كان عندنا الموديل هكا في الاول، مازال ما تقطعنا من هنا. اذا منين اختارينا ديال 6 سنتيمتر، ها حنا نخليوه هنايا غير 1 سنتيمتر هنا ابتداء، نحسبه من هنا ابتداء، من هنا نخلي 1 سنتيمتر ونقطعوا هذه اللي غادي تقطع. ما غاديش نقطعوا هذه في الوسط، غادي انيليو هذه وهذه بجوجهم، هذه وهذه. علاش؟ باش منين تخيط لك هذه تخيط لك كذلك على هذا 1 سنتيم هكذا وتقلب، غادي تحصلي على 5 سنتيمتر اللي بغيتي. صافي، اذا كل ما صغر العدد غديروا له الدراسه ديالو، كل ما كبر العدد ديروا له الدراسه ديالو. صافي، حنا غادي نديروا غير ديال. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا البي لهاد البلاصه. اذا البي خصو يتوخد اون بي هكذا تيتجبد، منين غادي يتجبد هكذاك غادي ناخذوا له بالطول، يعني ما نمشيش ونبدل له الاتجاه ديالو. اذا هكذا، وغادي ندير فيه 3 سنتيمتر. انا ديك 3 سنتيمتر اختياريه، يعني كل ما صغر العدد كل ما بغيتي ترققي داك البي رققي، انما 3 سنتيمتر باش يسهل لكم حتى في ملي تبقاو تخدموا لي موديل وتشوفوا كيفاش مخدومه في التصويره، يعني كل ما كانت رقيقه راه غادي تبقاو ترققوا. هانتوما 3 سنتيمتر. اذا ها هو الشريط الاول، عندي جوج هنا
ونمشيو نخيطهم في المكان. اول حاجه تقبطي هذا الشريط اللي درتي، الشريط اللي درتي هكذا، وتتحليه ديال هاد البلاصه اللي هنا، تتحليه وتديري له الشريط ديال الفيزلين هنايا وتتحدديه غير بلاصه واحده، وعاد تقلبيه هكذا، وكذلك تتحدديه هنايا. دابا انا ما غاديش نديرها لكم، غادي نديرها لكم مباشره. اول حاجه شنو تندير، تنقبض الظهر ديال القطعه وتنحط عليه الوجه ديال البي بهذا الشكل، وتنشيط واحد شويه لهي وتنخدم، تنخدم قياس ديال الصباط، انا ماشي تندور معاه. القياس ديال الصباط، انما هنايا في الفتحه ديال العنق تكوني درتي الحساب ديالك، ماشي ديريها ضيقه وديري لها البي، يعني تكوني حسيتيها الطريقه اللي بغيتي تلبسي داك العنق. تمشي معايا هكذا ونمشيو، تدوري القطعه اللي لتحت تجيبيها قد البي. المهم الصباط راه محافظ على نفس المسافه، وتمشي معايا هكذا حتى تسليها كلها. غير انا خدامين في الظهر الطريقه، وتمشي لهنايا غادي تقطعيها زاويه قائمه بحال هذا الشكل، بعدي واحد شويه وعاد قطعيها زاويه قائمه. هانتوما غادي نمشي دابا، شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لهنا نكراني بعدا هاد الجوانب ديالها. بطبيعة الحال تكوني درتي لها جوج خياطات، غادي نكراني لها هاد الجوانب بهاد الشكل. غادي نمشي نقبض هكذا، وغادي نتني هذه هنا، وغادي نزيد نتنيها هنا، وغادي نخيط، وخاصها تكون مستقيمه معاها. نزيد كذلك غادي نتني الاولى هكذا، وغادي نتني الثانيه بهذا الشكل. وما بقاش تركزي مع داك هكا بالطول، يعني الطول دائما سيري معاهم بالطول، ما تمشيش تجبديها، ديري معاها هكذا وخدمي كذلك هكذا وخدمي، وتتحافظي على نفس المسافه كذلك هكذا وخدمي، ونفس العمليه غادي ديريها في الجهه الاخرى. اذا العنق ديالك تياخد داك الشكل ديالو هكذا، ونفس الطريقه غادي نديرها للجهه الاخرى. اذا غادي نمشي نديرو لها هذه، كيفاش غادي ندير لها؟ غادي نحط الوجه على الوجه، وغادي نخلي واحد السنتيم هنايا ما نخيطوش، وغادي نخيطها من هنا. نخلي الوجه على الوجه، وداك السنتيم ما تخيطيش، وديريها زاويه قائمه هذا الشكل. غادي تخيطيها جوج خياطات بطبيعه الحال، وغادي تقلبيها وغادي تحدديها، يعني كذلك الجهه الاخرى غادي ديريها بنفس الطريقه، غادي تجيك هنايا نحددها، وعاد نرجع ضروري ديروا لها داك السبطان باش منين تحفري فيها الصدايف
الحفرات ديال الصيف ما تجيكش، تجيك مزيانه زعما. هانتوما من بعد ما تحدديها هكذا صافي، خيطتها من هنا، ومن هنا خليت لها واحد سنتيم. علاش خليت داك السنتيم؟ غادي نمشي لهنا. دابا هذا هو الوجه ديال القطعه ديالي. اذا انا قبضت هذه هكذا، هذه خليت لها واحد سنتيم هنايا، يعني شنو غادي ندير؟ غادي نقلب القطعه ديالي بهذا الشكل، نديرها عكس الموديل ديالي، وغادي نمشي لهنا وغادي نحطها بهذه الطريقه تحت الموديل، وغادي نهز داك السنتيم باش نجيبو مقاد نحافظ على الكاسه ديالي. صافي، من بعد غادي ندير لافينيسيون هادي مزيان هكذا، وغادي نقبض هادي، غادي ندخلها للداخل هكذا، وغادي نثني كذلك داك السنتيم اللي خليت، وغادي نخيطها من الفوق. بغيتي تسهلي عليك المأمورية، تقضي هذاك السنتيم اللي تحدديه مزيان وعاد تخدمي. اذا انا غير هذا غير نموذج اللي غادي نوريكم صافي، اذا ما نحتاجش نحدد ولا ندير حتى حاجه. اذا غادي ندير له واحد شويه هكذا، ونقاد هذه البلاصه اللي هنايا مزيان بهذه الطريقه هكذا، ونثني هذاك السنتيم ديالي وما نجبدش بهذا الشكل، ونخيط ونجيبو على الخياطه الثانيه. ونحتفظ ديك ثلاثة ديالي اللي بغيت ندير، بهذا الشكل صافي. وغندير القطعة الثانية كذلك اللي غادي نحط تحتها باش نخيطها بهذا الشكل، باش تجي وحده على وحده. هذه الطريقه صافي. من بعد تتحطي وحده على وحده بهذا الشكل، وتتخيطيهم من هنا، وعاد تتخيطي الموديل ديالك. من هنا الصدايف على حسب الحجم اللي بغيتي هنايا، واش بغيتي ديكوب من حتى للصدر ولا حتى للحزام، المهم.